اصلا الترانسفير دي كلمه ده اسمها ايه؟ اصلا بتاع الوزاره ده بيتمنع بدواء اعرفه يعني كده كده اي كده تدلين على الدواء ده تدلين على الوزاره ده اسمه تراي سايل كولين. انا يهمني هيموكولين ده في الامتحان. هيموكولين يعني في الامتحان تراي سايل كولين يعني يمنع كولين اصلا ترانسفير. هذا هو التصنيع. ثم ستورج في كلمه ريليس في كلمه الفين اهمهم. الاستورج بيتم في حته اسمها الفيزيكال فاكرها او اسمها الجرانيول كده ولا لا؟ طب معلش يا ولاد هل هي دي نفس الفيزيكال بتاع الورق النفر؟ لا طبعا ده نيرف وده نيرف صح ولا ايه؟ هناك في العصب اللي اسمه سيمباسات ده العصب اسمه عباره ايه؟ بس هي شكلها يتم التخزين في حته اسمها الجرانيول او اسمها فيزيكال بس. ماشي الخطوه الثالثه ريليز فاكر كلمه اسمها اكسوسايتوزيس؟ هي نفس الكلمه فاكرها؟ بيتم مساعدة عنصر اسمه الكالسيوم، فاكر الكالسيوم؟ يبقى الكالسيوم بيدخل هنا اهو، كالسيوم اهو. لما الكالسيوم يدخل هنا يا جماعه يزود الريليز بتاع الاسطيل كولين. الكالسيوم لما يدخل هو والنير بيندنج يزود ريليز في الاسطيل كولين. ماشي الاسطيل كولين يطلع طبعا. يشتغل الريسبتور اللي عارفها النهارده بقى الجديده بقى، مفيش الفا وبيتا بقى تساوي طبعا. في اسمها ايه بقى واسمها ايه؟ ماسكارينيك ونيكوتينيك. هتبقى مكتوب بعد شويه. بص يا سيدي يعمل اكشن. بعد ما يعمل اكشن معلش فكرنا نور الابنفرين هناك لما كان بيعمل اكشن كان الجسم متخلص منه ازاي؟ فاكر كده اسمها الابتيك الابتيك الاول ابتيك كان نوع ون يعني ايه؟ تو يعني ايه؟ العاش ثلاثه يعني جاري صح؟ هنا مش ابتيك ركز هذا الكلام ده في الشفا مهم جدا يقول لك يا ابني اصل في بيحصل ابتيك يقول لا طبعا مفيش ابتيك خالص امال بيحصل ايه؟ ديستراكشن بانزيم اسمه كولين ستريس انزيم. اهم حته في الصفحه دي الجدول الصغير اللي جاي ده اللي هو كولين ستريس انزيم صام. في مره سؤال جه مقارنه بينه وبين بعض. مقارنه بينه. الترو والسودو كولين ستريس انزيم. اسمه سودو مش سيدو. طبعا بي سايلنت. بي سايلنت اولا واسمه سودو. سودو كولين ستريس. ركز معايا صبر. يمكن دي اول حته جامده في الحصه دي. يبقى صغير ولا ايه؟ الفرق بين بين الفيت او الميتابوليزم بتاع نور ابنفرين والميتابوليزم بتاع استايل كولين؟ الاولى بين نور ابنفرين كان معظمه بيحصل له ما يسمى ابتيك وفي جزء بيتكسر بانزيمين نو ايه؟ وكون هنا ما فيش ابتيك هنا كل استايل كولين بيحصل له ديستراكشن بنظام اسمه ايه النهارده؟ كولين تعرفوا ولا لا؟ كولين ستريس وكولين ستريس نوعين يا شباب هم عصبات القفزه وبتاع حفظ الحته دي وبعد اسمه ترو كولين ستريس كولين ستريس وده اسمه سودو كولين ستريس دي معاها صبر اولا اللي عايز يفهم بقى سموا الترو ترو لانه صادق ليه صادق؟ اكيد استرستوا الكلام ده مش عندكم حاجه في الاورجان دلوقتي اليومين دول او السنه دي يعني خدتوا حاجه اسمها اورجانو فوسفورس؟ لا خد كل سنه بياخدوا الجوال بتاعنا ولا ايه؟ هو مين اللي بيشعر بيها في الكليه؟ ماشي؟ هو مش بيشعر انتوا؟ طيب هو ده مش راح ماشي يعني ما جبتوش حاجه اسمها كولين ستريس ديستراكشر بتاعها كده ولا نام ولا اي حاجه خدتوا باب؟ ما هو ده مش عارف كولين ستريس انا ايوه خدت باب يا اخويا ده ايه؟ اسمه نام انا اعرف حاسس انه اعرف لا في ده بس باب خدته والدواء ده شغلته كلها على كولين ستريس المهم انا مش ماليش دعوه بالاستراكشرات ده سموه ترو لان الجروب اللي على الانزيم اسمها اسيتايل في ناس بيسموه اسم ايه؟ استايل كولين ستريس. الترو كولين ستريس ده اسمه استايل كولين ستريس. اما السودو مش جروب اسمها استايل. جروب عندك ناحيه اسمها ايه؟ بترايت. خلاص يا ولاد خليكم معايا. يبقى الترو كولين ستريس الجروب بتاعته اسمها استايل. اما السودو الجروب بتاعته اسمها بيوترايت. عشان كده بيتنس بيسموه ده ترو لانه عنده استايل جروب بتاع استايل كولين. ده بيوترايت فسموه سودو. ما علينا فلا غير. اين يقع ده؟ واين يقع يعني يا ترى ده فين؟ ترو في كل مكان على عيني اول سايتس قال يعني اول سايتس يعني اي نير اي نير ورا السيمباثيتك هتلاقي فيه انزيم اسمه ترو كولين ستريس اي تيشو لها ورا السيمباثيك نير هتلاقي لها انزيم اسمه ترو وفي السين يسو السيما طيب اما السودو موجود في مكانين بس احفظهم زي اسمه هنا بوك كل مكان هنا السودو مكانين ليفر وبلازما صم ليفر وبلازما بس يبقى اولاد الترو موجود في كل مكان اما السودو في ليفر بلازما بس ده اول حاجه. ثاني حاجه حاجه اسمها ريجنريشن او بمعنى اخر زي ما بيقولوا ريسنسز معلش فكرني كده بمعلومه ولا لا بس
الاستطيل. فاكر الاستطيل اسمه الفا؟ ايوه. فاكر لما كان بيمسك فيه دواء اسمه فينوكسي بنزامين وكوفيلانت وغم فاكرها دي؟ كان الجسم لازم يعمل ايه؟ يصنع الفا جديد. كان بتاخد كام يوم تقريبا؟ 24 ساعة لحد 3 ايام. يعني عايز تقول ايه؟ الريسنس او ريجنريشن بتاع الفا كان بيقعد فتره قد كده؟ لا ده بقى الانزيم ده كان برجع على السنين بسهوله. انا هرجع لك الجسم يعيد تصنيعه على ايه؟ نمل ثلاثه ولا نمل ثلاثه؟ ايوه حس ثلاثه حس ثلاثه. فيها برلين. هنا اثنين ثلاثه مانسز وهنا اثنين ثلاثه ويكس. يا نهار ابيض. يعني لو دواء في الفرن مسك الانزيم ده ومنعه الجسم يعيد تصنيعه على قد ايه؟ 3 شهور. وهنا ثلاث ايه؟ تعالى قدمه. مش هيعيش طبعا. يعني هناك قلنا 3 ايام والدواء اتشال. 3 ايام او يوم والدواء اتشال من الطب اصلا من زمان. فده اللي جبنا عليه. هتعرف ان شاء الله حس بكره. فده ليه؟ الانزيم بيرجع على 3 شهور لما يرجع على 3 اسابيع. السؤال الاخير وسؤال مهم جدا، يا ترى ايه كلمه اسمها سبستريت؟ يعني ايه سبستريت؟ بالعربي. الانزيم ده بيكسر مين؟ او بيشتغل على دواء اسمه ايه؟ فالانزيم ده بيكسر ماده اسمها استيركولين، وهنا استيركولين برضه. صار بقى اندوجينس اكسوجينس مش قضيتي. هما استيركولين بيتكسر بكام واحد دلوقتي يا رب؟ تحس صادق النهارده هتسمع الكلام ده قدامي دلوقتي. استيركولين بيتكسر بمين؟ طلوع ولا سودو؟ ايوه كده انت كده دكتور صح. يبقى الكوليستريز طلوع سودو بيكسر استيركولين. اما في دواء تحت اسمه ميثاكولين، ميثاكولين بيتكسر بمين بس يا ولاد؟ بالطلوع بس. وهنا في دواء اسمه ساكس 9 كولين بيتكسر بمين بس؟ طلع احفظهم يا دكتور، احفظهم كده كده في منهج. كده كده تحفظهم مش عارف منهج. الجدول ده اول جدول في المذكره دي حفظ صم او حفظ مهم جدا. ايه سؤال كده يا ابني يقول لك ساعات في الشاف يقول لك كود ورا ايه؟ تروس وكريستريس قارني منه. تقوم انا سحبه. ده موجود فين؟ رد عليه احفظه دلوقتي. ده موجود فين؟ طبعا ما تخش سايتس يعني كل لا هو كل مكان فيه كوينرجي في استار كولين. اما هنا فين وفين بس؟ ده ابني الجسم يعيد تصنيعه بعد كام؟ 3 مانس. ادام تروح هيتاخر من كده. الصم بيتاخر براحته. ترو لكن ده سودو دي بسرعه. ثلاث اسابيع برضه. طب ده بيكسر في مين؟ استيركولين استيركولين. اندوجينوس واكسوجينوس مش قضيه. طبعا انتوا عارفين يعني اندوجينوس يعني اكسوجينوس. اندوجينوس يعني استيركولين كماده جوه الجسم. لكن اكسوجينوس ماده جايه من بره زي مش عارف سكشن. مش انتوا عارفين استيركولين؟ هو ده بيتكسر بمين فيهم؟ بالسودو. ماشي؟ طيب الميثاكولين بيتكسر بالترو اما استيركولين بيتكسر بمين؟ بالسودو. الجدول اللي جاي ده مش حلو بصراحه. يعني اللي يقعد يحفظ لي ما جنبهاش. اللي يعني مش عايز لا انا عايز فيه كلمات معينه بس. وهعلمها لك كلها في 3 سطور. دلوقتي ما تقعدش يعني مش عايز تقعد تبذل في مجهود. مجهود يتبذل صعب. هو هنا بيقول لك اسماء ريسبت. تقول لي ما ريسبت دي مهمه. على حظك يا ابني ريسبت هنا مش قويه زي ريسبت بتاع الفا بيتا. انا هتطلع حصه كامله. ايه ده؟ اقول لك اسمهم بس واقول لك ان الميكانيزم بتاعهم بالسريع كده. عندك الامهات معلش في ناس مش عارفه لحد دلوقتي. كلمة ام كابتا الاختصار ماسكارينيك. دي مش عارف هي مكتوبة فوق ايه؟ ماسكارينيك شرح مفصل. وام كابتا الاختصار ايه؟ نيكوتين. يبقى الريسبتور بتاع الباراسيمباثيك اسمها ماسكارينيك ونيكوتين. الماسكارينيك عندك 3 صح؟ هم 5. تقول لي ازاي بقى؟ هقول 1 الريسبتور ام 1 ام 2 اكتب جنبها ام 4 يعني ام 2 و4 زي بعض. يعني اكتب جنب ام 2 ام 4. تجمعها بنفس الخانة بس ام 2 و4 وام 3 تجمعها ام 5 يبقى ما ينطبق على ام 2 ينطبق على ام 4 وما ينطبق على ام 3 ينطبق على ام كام؟ يبقى هم 5 اهم عشان لو الدكتور زادت في اي حد فيهم لا مش مهم. ام 1 2 3 وفي 4 5 عايزك تحفظ مكان واحد لكل واحد فيهم اللي علم عليه بس. ام 1 علم على كلمه جاستريك طلب بس هتحفظ ازاي؟ المعده فيها ام 1 اربع اجزاء طبعا المعده بتلم دايما ان شاء الله. خش على جنبها ام 2 هار عارفه ولا لا؟ يبقى الهارد النهارده كام ريسبتور بقى ليه؟ سمباثيك اسمه بيتا ايه؟ اما بره سمباثيك ام 2 لان الباسكارينيك هنا خائن. بيتا كان قلب بيشتغل لكن قلب لما يشتغل يبقى ايه؟ بيتا 1 يبقى مخلص لكن ده خائن ام 2 طبعا هنا ما بيشتغلهاش. وفي بريسينابتك عامل بريسينابتك عايز قاعد يقول لي مين البريسينابتك في الفا؟ بري سينابتك بتاع الفا. يا لا انت تجيب فكرتي ريسبتور يعني الفا 1 ولا الفا 2؟ بري سينابتك الفا 2. طب اكشنه كان ايه؟ الفا 2 ده الواد المعفن بتاع السمباثات
الفا 2 بريستاتيك بيقلل كل حاجه فاكره ولا لا؟ يعني السيمباثيك والنور بنفس الموجب. هنا ام 2 بتاع الهارت وبيسال تعالى دكتور بس. ام 3 وام 5 موجودين فين يا ابني؟ في الاسموس مصر. حد هو الاسموس مصر دي؟ حد حافظهم؟ انت مش عارف دلوقتي. ايوه هات يعني سيل باي. ايوه كمل. ايوه صح خلاص. اي برونكاي جي اي تي بلد اليوتروس مش تبعك. تيجي لو تزوروش مره سنه زي كبر مخك ما تجيبش. طيب انا دلوقتي عرفت مكان كل واحد صح؟ عيش الاماكن دي يمكن اهم حاجه في الجبل ده. يبقى هنا في المعده، هنا في بريسانابتيك وهارت، هنا في الاسموس ماسل واكس وكراين جلان. حد فاكر السليفري؟ سليفري ما عنديش كراين جلان، الجلان بكره. طيب معلش في المره النيكوتينيك نوعين. في واحد اسمها ان ايه عندك؟ اسمها ان ايه؟ ان ايه نيكوتينيك نيوراكس. الناس بيسموها نيكوتينيك جانيا. اهم مكان موجوده في المكان اللي هو الصبر، احفظوا ده اسم. اوتونوميك جانيا. هنا السؤال انهي جانيا فيهم؟ سيمباثيك ولا برا سيمباثيك؟ جبت عشان السؤال ده جه في امتحان، وطبعا كان اول مره ما بيجي السؤال بيبقى ساعتين ايه عايز تفكير. بعد كده بقى يبقى سهل. السؤال نيكوتينيك ريسبتور موجوده في الاوتونوميك جانيا، سيمباثيك ولا برا؟ يعني هو كان احول مكان كتب برا سيمباثيك جانيا. هو عايز ده برا سيمباثيك، هي الاثنين يا جماعه. اكتب عليها مره كده. مش فاهم. الاثنين جانيا سيمباثيك وبرا فيهم نيكوتينيك ريسبتور. تقول لي ايه الدليل بتاعك؟ لان الاثنين جانيا. الترانسميتر بتاعهم اسيتايلكولين فبيشتغل على الريسبتور بتاعته ما ينفعش انطوي بتاعه فالنيكوتين موجودين في الاثنين جنبي والسؤال طبعا لما جه في الامتحان مره قبل كده والله في الحته دي قال لك نيكوتينيك ريسبتور بريزنت ان اول ذا فولوينج سايتس اكسبت قال لك واحد سيمباثيك جنبي طبعا سيمباثيك جنبي هو غلط اثنين برا سيمباثيك جنبي طبعا صح ثلاثه اسكيتا المصري خلينا نتوجه بقى دلوقتي اسكيتا المصري اصبر بس أربعة برونكيال مصر. على إيه؟ برونكيال؟ مش عارف. بس أنا متأكد إن هو مش موجود في السمباثات. على فكرة هو موجود في السمباثات الجانبية وبرا السمباثات الجانبية. هو مش موجود في البرونكايا، البرونكايا ديت اسموس مصر فيها ماسكارين. فبدأت تقول لي بقى يبقى عايز أطلع معلش نحفظ بص النيكوتينيك الأماكن بتاعته كلها إزاي؟ أول حتة موجود فيها بريج مين؟ الجانبية. أنهي جانبية فيهم؟ الاثنين يسجلها عندك عشان ما تجيش في الامتحان ما تعرفش. سيمباثيك اكتبها انت سيمباثيك جانجليا وبارا سيمباثيك جانجليا وموجود في حته اسمها ادرينال ميدالا فاكرها؟ وانا ادرينال ميدالا اكسبشن كان بيصل له ترانسميتر اسمه استار بريم مارتن حسن سؤال معلش ادرينال ميدالا دي طبعا ايه؟ دي كده تبع الاعداء اللي هو الجزء الثاني بتاع السيمباثيك اللي جنب هنا يقول لك معلش ما هو ده الريسبتور اللي هيشيلني ده اللي هيخليني تعبان اسمه نيكوتينيك ريسبتور في نيكوتينيك ايه ام بقى اللي هو نيكوتينيك ماسكولر ده موجود في حته عندك اسمها ان ام جنكشن مش عارف سمعتها ولا لا ما سمعتش احسن اكتب عليها سكريتال ماسل برضه ايه في سمعت عن حاجه في السويتش ده اسمها نيورو ماسكولر جنكشن اسمها سكريتال ماسل يا جدع اكتب سكريتال ماسل اس كي ام برضه يا ابني حضرتك اين معلش بص الجدول ده فيه سؤال هو اللي شفناه اين يقع النيكوتينيك ريسبتور قول له عد معايا قول له في اربعه باذن الله واحد سيمباثيك اثنين بارا ثلاثة ادرينال اربعة كده بس على فكرة في السين اس بص كلهم موجودين في السين اس الماسكارين كلهم والنيكوتينيك في السين اس السين اس ده مش مقارنة كلهم موجودين فيه طيب عرفت معلم عارف لو ما قلتهاش ماسك ام واحد دي يا ولاد بتشتغل زي الريسبتور زمان اسمه الفا واحد الفا واحد ده كان بيشتغل ازاي؟ حتى فاكر اسم البروتين بتاع الجي بروتين كان اسمه ايه؟ الفا واحد ممكن تعرف كان اسمه جي يو ولا اس ولا اي الفا واحد ها جدع وبيطلع ماسنجر اسمه ايه؟ جدع انا عايز اكتب جنبها كده اهو تحت يبقى زي الفا واحد ولا مش فاكر الفا واحد بس اقدر اقول لك جنبها جي كيو وماده اسمها اي بي 3 كده غلطه كبيره بص على جي كيو ايه؟ ده مش فاكر وجبت بس كده اي بي 3 طبعا مش فاكر نفكر يا شباب على فكره الدكتور رشا لما بتحب تحط امتحان بتقعد تفكر طبعا بقى 12 سنه بتحط امتحان كان قبل كده بتكرر وخلاص بتاع دماغك 12 سنه بتفكر ايه اللي ما بيجيبوش قبل كده بيجيبوه من ضمن اسئله كانت السنه اللي فاتت بس حتى حاجه اللي هو قالت لك الميكانيزم بتاع الاسم طلبت كده مش تكتب مش تكتب قالت لك الفا 1 تكتب اسم الماسنجر بتاعك يا نهار طبعا ان شاء الله هنرجع هجمعهم هتلاقي كل ريسبتور مثلا لا ار بي سي كذا 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 والسايكل اي بي اللي هو سي بي دي كذا فهنا اولاد الفا 1 وام 1 زي بعض اي بي 3 طب معلش ام 2 زي الفا 2 عارف فكره الفا 2؟
جيمين افتكر. اي ولا اس؟ اي ولا اس؟ اي يا جدعان. جي اي دي بتزود ولا بتقلل؟ بتقلل. ماده اسمها سي اي ام بي صح ولا ايه؟ يبقى اذا يا شبابنا الاعزاء انت بتعد ليه؟ لما الدكتور يجي يقول لك كده عايز يقول لك مثلا اي بي 3 مثلا السكند ماسنجر لكل ده معاك تقول لها لا انا عارف لحد دلوقتي ان اي بي 3 2 الفا 1 الفا 1 وام 1 وعلى فكره عشان ما اريحك ام 3 وام 5 زي ام 1 قول لي بقى يعني مين برضه؟ يبقى انت بتذاكر النهارده يبقى يا دكتور انا فهمت النهارده منك حاجه انت قاعد عشان عامل مراجعه اي بي 3 لحد دلوقتي واخد كام ست في وشها؟ عدهم لا ما تقولش على طول كل عد اي بي 3 واخد الفا 1 بتاع السنه ام 1 وام 3 وام 5 يبقى كده اربعه. طب معلش السي ام بي اللي هو اي بي اللي هو بتاع المسنتر مثلا ده في وشه كتير قوي هو بيقل مع مين؟ مع اثنين الفا 2 وام 2 وام 4 مش ام 2 و4 زي بعض ولا ايه؟ ساعه هتقول له طب ما بيزيد مع مين؟ مين الوحيد اللي بيزود ايه؟ بيزود بيتا 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 عايز كام درجه؟ الحته الرخمه دي هتحفظها لو قلتها هنحفظها المسنجر بتاع كل ريسبتور. طيب بالنسبه لسالتك النيكوتينيك النيكوتينيك زي بعضهم ما لهمش علاقه بالمسكرين. طبعا زمان احنا في عهد الاسلام ان شاء الله باذن الله هنبدا الاسبوع القادم يوم الثلاثاء زي النهارده جدا. اول حصه مراجعه هتبقى جنرال فارماكولوجي. انا ان شاء الله حصه المراجعه مش هدفع ان انا اعيد شرح بس عشان الناس ايه زي لا اجمع اكبر جزء بقى الوقت دي الفكره. فان شاء الله الحصه هتبقى طويله. يعني الكلام ده ان شاء الله هنسال بقى حد يعني الاسبوع الجاي ده هيبقى دايما في حصه اكسترا للمراجعه مالهاش علاقه بالشرح. وبعدين الشرح هتمشي زي ما هي هنرجع زي ما احنا وعدنا قديم. يوم الثلاثاء مش هيبقى مش هيبقى دايما هنغير كل اسبوع على حسب ايه؟ كام؟ هيبقى حصه زائده دايما والحصه دي هتبقى طويله. وهخلي حتى بعيده شويه. لان الحصه المراجعه اللي لو ضعتها ما اعرفش. هتبقى حصه طويله فيها ايه جنرال. طبعا مش عشان كله في قعده. بس انا ان شاء الله مستهدف اخلص نص. نص الجنرال باذن الله في قعده. يبقى انا كده مش صح. اللي هيجيب الحصه دي ما اعرفش هي مش هرجعها في ساكن السنه. عارف في السنه ليه؟ طبعا كل السنه انا هاجي وهرجع كل انا بشرحها راجع حتى لو هرجع في الاخر هرجع تاني. بس الفكره هقعد احل اسئله تاني. فلما اقول حصه مراجعه وراك ايه يا ابني معلش سيب كل حاجه وتعالى. السكاشن لو مش سكشن مهم وانت خلصت جابك اصلا كده كده خلاص خلاص سكشن واحد. لكل الجروب صح؟ ايوه ما انا حد بيقول لك العالم الفارما نزل ايه؟ الفارما عامل ايه؟ عامل الفارما خلاص نزل يا ايوه ما تعرفوش انا عارف عامل الفارما خلاص كان دور نزل سكشن كان لسه جاي سكشن كان لسه ثم سكشن ده انك اللي كده الدراع بص نزل بعد كده هتلاقي المواد كلها بتنزل تباع ده ممكن تلاقي المواد يقول لك احنا بعد يومين طب انا مش باخدها كان بقول لك تحية فلما اقول لك مراجعه يبقى خلاص هو الترم ده اللي انت كنا على فكره فيه مش عارف مفيش مشكله مفيش مشكله هو طالب يا ابني لا واحد يقول لك والله خلاص انت عشان انت نزلت انا خلصت انا راجع وانا بشرح الحمد لله فهنا افتكر بس نيكوتينيك كان لهم زمان اسم كده مع الدكتور اسلام الله يرحمه جزء اللي هو الجنرال ده كان الجزء بتاعه كان ايه بيقول لك في ريسبتور اسمها يا ابني ايون شانل في ريسبتور اسمها دكتور جي بروتين قابل في ريسبتور اسمها انزيم لين المهم ده كان تابع ايون شانل المهم ماسك في صوديوم شانل يعني كنت هنا وهنا ماسكين في صوديوم شانل حتى لو كنت كلمه اسمها اومنين اومنين زي يعني جنبها زي يعني زي ايه بتشرح سهل كده قول كل حاجه بتعمل الا جهاز لازم شيء موجود لكن كل حاجه انا كان عم تعملها مطلوب منك فقط في السكشن تعلق عضله صح لا هو الجهاز بتاع العملي بتاع الامتحان حاجه مختلفه عن الجهاز بتاع السكشن جهاز نظيف هتقولي ده احنا بنبقى سبعه وما اعرفش اشتغل عشان انتوا سبعه انت الواحد هتشتغل كده اه والله ما اصل التجارب قلت اول مره ما جاش لها بتاعها في جزء نظر عندي طبعا بخمس درجات انا شرحه في جزء نظر عندي اعتقد شرحي معاك هنمسح حد نفسه العقل الكليه اللي يشوف فرسوكه على السكاشن ما شاء الله ما يشوفش فرسوكه مع الحضانه ما يشوفش انا مش عايز تحضر الحضانه والله ليه يا مال بس على الاقل يحكي انت الدنيا فين؟ ايه؟ ممكن ايه؟ يبقى مين؟ يبقى مصلحته ايه؟ عايزين شرط مثلا ده شرط ده نظام طب على فكره لو عملوا كده يبقى 100 100 اللي هو يبقى طب بيجي لهم شرط بس هو عمره
ريت. لا 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 مش هصعب مش هصعب. هتبقى بس فين؟ يا ريت والله. عيني قالت كده يعني؟ سؤال بقى اللي بيقفلوا مطرومين ولا بص على مطرومين كده عشان يقفل الحس اللي بتاع دي مطرومين بيقفل مين فيهم؟ ماسكرين طب بيقفل نيكوتينيك؟ يبقى انت تحت الجدول اهم معلومه برضه ثاني بجد ليه يا غالي؟ انت تحت الجدول غير بس انت عارف ايه؟ مطرومين بلوك ماسكرينك ريسبتور اونلي بخط كبير اطلع بخط ايه ده اهو مطرومين بخط كبير بلوك ماسكارينيك ريسبتور اونلي بس ما بيقفلش نيكوتينيك ريسبتور يا دكتور لو سمحت ما تنساهاش مطلوبين بيقفل ماسكارينيك بس ليس له قفله على النيكوتينيك تفرق معانا ايوه قلت له احفظ الباقي مش وقت خلاص ماشي انا كده قلت مقدمه دي مقدمه فرس المسافه في ربع ساعه اهم حاجه فيها عشان انت بتذاكر بص يا ابني طب اهم حاجه في التصليح ده مش كان معايا في الكوليديا عشان تشوف الاسئله معاك الديمقراطيه بتاع الكوليه اهم حاجه تفتكر 2000 بتاع استاذ كوليه بيتكسر يكون ستريس هل في ولا لا نوعين بص اللي تحفظه مصمم نوعين الكوليه ستريس ترو قد ايه؟ اسمها السودو ده بتبقى صح الترو فينج والسودو فينجز الترو في كل مكان والسودو الترو بيتصنع بعد وقت قد ايه؟ ثلاثة ايوه ثلاثة مصر وهنا ثلاثة ايه؟ ده بيكسر مين؟ أستار كولين وميسا كولين وده بيكسر مين؟ أستار كولين وميسا كولين جدول الريكم ده هتذاكر فيه ايه؟ أول حاجة المكان المكان فيه سؤال ازاي؟ أما إم واحد عناية إم واحد مصر جاذبك إم اتنين بريس أنابتك وهارت إم ثلاثة سموس مصر كلها وجلان نيكوتينيك صم ده سؤال شبهان نيكوتينيك موجودة فيه في الجانجليا بنوعيها وفي في الاجرام نضاف وفي نيكوتينيك في الاسكيدا ايه؟ الميكانيزم ام 1 اي بي 3 ام 2 بي ال سي ام بي ام 3 اي بي 3 نيكوتينيك بتاع صوديوم ايه؟ اللي بيقفل الماسكارينج اسمه اطرومين بس ايه اللي صار؟ بس دي تنصيب ده اسمه ايه؟ كملي سيكشن ودي اكسبشن مش المزايا بس تنصيب ده اسمه ايه؟ استفيد كريم انا كل ما الوقت بيقرب انا قلبي عمال شايفه في ايه برضو بما تعصبنيش يا بنت ولا ما تعصبنيش ايه في حاجه بستلك يا كلب انت سيبك مش هبص لها دلوقتي اسمها ليها جدولين عارف كده ده بتاع الطرش عليه مصري جدولين لازم معاك دلوقتي لازم حاسه بيها طبعا ده استنى دي حاجه واحده بص يا ده كل انت لو تلاحظ يا من ساعة ما بدأنا نسأل المذاكرة حتى ما خلصناها اللي مسيطر فيه كلمة ريسبتور صح؟ أنا نسيت عليك؟ لما حفظتك الريسبتور في حصة قلت لك شخص مرسوم وناس تريقة يقولوا يا ابني كده مش ايه؟ لحد آخر حصة في السمسات اللي سيطر فيها ريسبتور ايه؟ ألفا اشتغلت ألفا وأنت الناس كانت بتقول يعني على فكرة ميستر بتقول لك ايه؟ هو تقيل بلاش تقيل بس ميستر هو ايه؟ لو ذاكرت المقدمة بتاعتك تعرف تألف بالنسبة لجزء الفرس السمسات ما هوش ريسبتور ملهاش لازمة رجع لابنها بسرعة ومال الرئيس مين؟ هتحفظ الاكشن بتاع اسبايكولين وتمشيه. وانت دايما حافظ ان انت بتعمل ايه؟ اعكس السمبثات كده. هجيب الحاجات السهله الاول يلا. بص انت بدا عندك بالاي ولا بدا بمين؟ بدا بمين ولا ايه؟ هتسيبك من القرين اللي مش هحفظ دلوقتي. انا عاوز اقرا لك بجد. هخش على الاكشن بتاع الاي. ركز معايا سبورت. ماذا يفعل اسبايكولين في الاي؟ واحد ميوس فكرني عضلة اسمها ايه زمان؟ سيركلر مقطوع عندك سيركلر ايه؟ لا ها؟ مقطوع عندك كوليسترول معلش يغيرها
احنا الاسم التاني بتاع احنا الرياضة ما كناش عايزين. يبقى اي ميوزس عضلة اسمها يا شباب اكتب على السيركولار مصر. معلش بقى سيركولار مصر. فاكر العضلة بتاع هناك اسمها كان ايه؟ راديال مصر. تعالى يبقى هنا السيركولار مصر ميوزس. ثم في حاجه اسمها اكوموديشن فور نير فيجن فاكرها؟ قعدت اقول لك الرياضه القريبه كان عضله اسمها سيريال ايه؟ مصر. كل الحاجات دي عارفينها من المقدمه. حد معترض على الحاجات دي؟ طب الثالثه صم بقى يبقى الاي او بي. الاي او بي يعني؟ اوكيلار علامه استفهام وتعجب. نشرحها دلوقتي ولا نكتبها في دار الجدول؟ لا لا نزلت الجدول يبقى نكتبها في دار الجدول. دي هنكتبها في دار الجدول ليه؟ سؤال كده. ليه؟ الاستار كوليج واخواتهم بيقللوا اي او بي. هتقولي ليه؟ هقول لك عشان هم بيعملوا ميوز. تقولي طب ليه؟ بص بقى يا عزيزي هتيجي بعد شويه في درجه جدولنا الاولاني. هيكتبها لك ليه؟ عشان تذاكر من هناك على طول. ثم اخر الاكشن في الاي بيزود لك ريميشن. على فكره جميع السكريشن عندنا بتزيد. جميع السكريشن في الجسم عندنا بتزيد. دي اللي متعلقه بس. احنا خلينا متعلقه اصلا بالروح. يبقى ميوز دي احنا حافظينها. واكوموديشن فور نير فيجن حافظينها. وجميع السكريشن بتزيد لك ريميشن. عيب عليك لك ريميشن. الدموع القناه اللاعيه بتزود السكريشن على الدموع. ادي الاي مع السلامه. خش على السي بي اس. الهارت يا اولاد والبلاد فيزل والبلاد بريشر. معلش الهارت هنا طبعا بتطلع عشان نيجاتيف صح ولا لا؟ نيجاتيف اينو كرونو ها؟ بيحصل ايه في الكارديو او بوت؟ حد معترض؟ طيب طبعا معلش يا كامل لو عايز تفتكر هو ده الوحيد اللي ممكن افتكره وانا بذاكر. الريسبتور بتاع الهارت هنا اسمه ام كام؟ ناقل واحد يبقى احنا كدابين. البارس المساك كاين مش زي البيتا 1 هناك ام 2 معناه ام 2. الهارت فيه ام 2 يا ولاد. اربعه مش قويه ام 2 اهم ماشي. اربعه دي اسمها. ام 2 في الهارت بيقلل كل حاجه بقى نيجاتيف نيجاتيف يعني يقلل الكارديو بوت صح ولا لا؟ وبعدين سال. السؤال الجاي ده جه في تحمر والله. قال لك ازاي استايل كولين بيعمل فازو دايلاتيشن؟ عامل اصلا شفتها منوره ايه؟ دي جي. طبعا انا قلت لك من شويه في الحصه اللي حاضر الحصه اللي فاتت ان باراسمباثيك لما بيسيطر بيعمل فازو ايه؟ بس السؤال ده جه ليه؟ لان هقول لك اللي بيذاكر وبيركز اسمع يا شباب يعني هو حق ربنا ان البلاد فيزل ملهاش باراسمباثيك نير. اللي يستنى كده براحته ايوه مش فيز بقى لون سمباثيك بس فكر ما الفيز دي فيها بلاد فيزل يبقى لها سمباثيك بس. تقول لي صح امال بيشتغل ازاي؟ اقول لك بس حق ربنا برضو ان الترانسميتر بتاعهم كان استايل ايه؟ هنا كان ايه فمش هيشتغل لكن كماده اسمها استايل كولين هيشتغل. يعني كاستايل كولين كترانسميتر او كدراج من بره الجسم هيشتغل يعمل ايه بقى؟ يعمل فاز ودايلاتيشن. السؤال هنا ازاي؟ ازاي دي هنا كانت سؤال مهم ركز معايا فيه. هو هنا الفاز ودايلاتيشن عمال بيحصل نتيجه ان استايل كولين بيزود ماده اسمها ان او عايز معانا عندي اسمها ان او خليها ان او كابتن او كابتن مش محتاج ريسبتور اهو اندايركت. اقول لك دلوقتي اقول لك عشان يمكن الكلمه دي اصلا ان او دي اختصار اكتب عليها اسمها اختصار نيتريك اوكسايد ماده اسمها نيتريك اوكسايد ومعاها صابون. تقول ايه دي يعني؟ اصبر عايز افهمك حاجه كده معلش عشان دي تحفظها ما تنساهاش ده اسمك. انت عارف ضربات بيزل اهو عارف ضربات بيزل دوت فيه بطانه كده اسمها اندوسيليوم عارف سمعت عنها ولا لا؟ اندوسيليوم ده البطانه بتاع الوعاء الدموي ربنا عشان يخلي الوعاء الدموي ده مفتوح على طول طبعا انت عايزه يبقى مفتوح ليه عشان يجي الدم فخلق له مواد طبيعيه كده موجوده في الجسم ماده اسمها بتطلع في الدوري اسمها ان او نادي قصير او ليها اسم تاني على فكره اللي عايز يعرف اسم تاني يعرف اللي مش عايزه هو خالص ما هقولها هقول مكتوب عندك ولا الفها اسمها اي دي ار اف طبعا ده اختصار بص بس عايز اعرف اسمها اندوسيليوم مش اسمه اندوسيليوم درايف درايف يعني ايه؟ مشتق ريلاكسنج فاكتور هتعمل ريلاكسيشن عايز تكتبها مره مره واحده بس اسمها بلاد اندوسيليوم يعني مش اكتبها دايما درايف ريلاكسنج فاكتور دكتور مهم يعني اسمها ان او اثر وخلاص ولا حاجه انا عايز اكتب ان او في الامتحان لازم اكتبها كابتل ان كابتل او كابتل لان ده اختصار المهم اصلا كل لما بيجي بقى ده بيشتغل على ريسبت ولا حاجه يا اصلا بيجي على هنا ليس له ريسبت في بلاد بيزن ما انت بيعمل ايه بيشتغل على الوول بتاع البلاد بيزن طلع منها ماده اسمها ان او او اسمها الثاني الماده دي اي دي اي تعمل ايه بقى تزود ماده مش مهمه اسمها سايكليك جي ام بي طبعا دي اخت ايه ام بي فاكر جي دي اختصار جوانين
المهم السي جي ام دي بتعمل ايه يا ولاد؟ فازو دايلاتيش اكتر من كده مش عارف. يبقى ركز معايا اقول لك وترد عليا في كلمه لو فهمتها يبقى انا موافق. استايل كولين بيعمل فاز دايلاتيشن باي ريليز اوف نوت. ها؟ ايوه ان اوكسالي بقى دي انت عايز تكسرها شكرا. فتزود ماده في الجسم اسمها اكسالي برضه سي جي ام بي. يحصل فاز يا جماعه؟ في سؤال جميل مهم. هنا حصل فاز دايلاتيشن صح؟ حصل فاز دايلاتيشن؟ بس القلب بيزق بيزق دم ولا ما بيزقش دم؟ القلب ولا بيزق دم؟ يعني الدم هيوصل للتيشر مش هيوصل. طب ليه مش هيوصل بالرقم برضه زي المكتوب حاجه؟ فاهمني؟ عشان ما عندوش ايه؟ ما عندوش دم. يبقى يا شباب فهمني بالرغم ان البلاد فيزل مفتوحه الا ان مفيش دم وصل للتيشر فاهمها ليه صم؟ لان مفيش اصلا ضخ دم من القلب. خلاص؟ ضغط طبعا متوقع يحصل فين؟ السيستولي هيحصل فين؟ السيستولي هيحصل فين؟ بص بقى على السيستولي هيقل هيقل ليه؟ عشان الكارديو يبقى ممكن صح ولا ايه؟ والدايستولي هيقل هيقل عشان حصل فوز ايه؟ على فكره مش بيقل بقى مفيش ضغط اصلا. ده الدواء بيقل الضغط. على فكره البارس المساتك عدو القلب. انت وده نعمه من ربنا. القلب ما بيشتغلش مريح اهو القلب مريح اهو كل حاجه مستريحه لان البارس المساتك بتاع الراحه. القلب بيقول لك انت تستعمليها هنحتاجك في السمبثاتك. يبقى ده اولاد قصه الاكشن وانت متوقع على فكره حاجه دلوقتي متوقع دي الحمد لله حافظها دي اللي دي هنشرحها والهارت متوقع نيجاتيف نيجاتيف دي جديده يعني كل مره تلاقي حاجه تنزل. خش بقى على البروتوكول ولا مين جاي للدور؟ لا سيبك من الوقت وكل الجي اي تي سمع انت قول ماشي ها الجي اي تي يا شباب يلا الوول والسفنكتر دول بيحصلوا ايه؟ الوول ريلاكس صح؟ صح لا؟ لا الورن لاكس ازاي يا جماعه؟ ده شبه الاتي ده واحد قاعد في البيت برس المسافه ده وقت في البيت الورن كونتراكت حتى لو تقعد في زاويه الدون والموتيل بتبقى عليها كونتراكت دون الورن بيتحرك والسفنكتر هو الايه؟ ريلاكس اسال سؤال ورد عليا يعني يوريليشن قصدي الدارية ولا كونستريشن فكر؟ طب ده بتاع الدارية كله يبقى هنا الاولاد الجو دي هيشتغل طبعا بيزود اتش سي ال في المعده كمان بيزود كل سكريشن انزل على البلادر طبعا البلادر نفسها يوم يعني سيبك من تلفون كذا مره قلتها ما نعيش يا ارض شفناها مره بيجي لها بيجي ولا ايه مش طول فين دي؟ بريفرال ريزيستنس لا ما هو انا قلت لك كده ليش احسن كبر مخك يا ارض لما تشوفها حاجه تشطبها مش عدتني خلاص انا ما قلتهاش مش طول المهم انا اليورا بلادر المسام ما هو نفس الكلام يا دكتور عشان تحفظ كلام جديد هيحصل ايه في الاول؟ والسفنكتر هتقول لي ده مش مكتوب كده مكتوب كده بس الطريقه اللي الدكتور عايزاها كده كونتراكت ديتروزر ماسك تعالى قول يا عم بلاش العضله بتاع المسام اسمها ديتروزر اسمها ليه؟ كبر مخك تحفظها قول له والسفنكتر يكس اسال سؤال واحد يورينيشن ولا يورين ريتنشن؟ يورينيشن ها؟ هي البرونكاينز هيحصل فيها برونكو ايه ولا ايه؟ ريستريكشن ولا دايلتيشن؟ سبيزم هي هي برونكو سبيز ويزيد البرونكال ايه؟ سيكريشن ثم رقم سته السيكريشن كلها بتزيد على فكره السليفري اللاكريمال كل البرونكال والسويت كمان بيزيد معلش من واحد يا ست بص معايا واحد اللي هو مين اسم الاكشن بس اي دي كان اسمها ايه؟ سيكريس ثلاثة جاتي أربعة يونان بلدر خمسة بروكوي ستة اكسبرينجر الست دول انتوا عليهم كلهم كده اللي مهم ماسكارينيك من واحد لستة يا شباب انتوا عليهم ماسكارينيك ام اكشن من واحد الاي كمان معناه ماسكارينيك الاي البروكوي الجي اي تي البلدر الكارديو باسكولار كله والاكسبرينجر دول كلهم اسمهم ماسكارينيك اصلا كلمتين ونبدا اول كده النيكوتينيك بقى عندك كام نيكوتينيك نيكوتينيك؟ اثنين. نيكوتينيك فين؟ ها؟ في السكيتا المصري صح؟ بيعمل كلمه اسمها تويتشز. بص يا ابني اللي عايز يفهم. تويتشز بالعربي يعني رعشه. رعشه بتحصل في العضله. مين؟ واحد ستة او لا في سموس وفي جلاند. وفي كارديو ما هو في ثلاثة يعني سموس مصر اي وبروكاي وجيلاتين برضه. أربعة سموس. والكارديو والإكسبرينج يعني دول كده اسمهم ماسكرين. النيكوتينيك الاولاني بتاع مصر اسمع كده بيسموها تويتشز يعني تويتشز رعشه تعرف دول يعني ايه؟ عشان اريح هقول لك وانت بتذاكر ايام الامتحانات لما تضغط نفسك في المذاكره وتقعد مطبق كذا يوم يعني بتتفعش كده الناس تقول لي اه الناس تقول لي لا ما نعرفش شفت فيلم روحك
شفت مهندس الكلامي لا ما ظن طبعا هو مش مهندس الكلامي بس اهو شفت الرعشه بتاع عندي الرعشه بتاع عندي كان اسمها يبدو تويتش اهو اللي ما بتذكرش اكيد اتفرج على فيلم واحد اسمها تويتش رعشه بتحصل في العين عايز يفهمني مش معايا بس عايز افهمها يا دكتور الرعشه دي حصلت ليه لان العضله بتاع العين من بره سيبك من العضله بتاع جوه العضله بتاع العين من بره بتتحرك عندي بيشتغل على اصلها كلين خلاها تعمل كونتراكشن بس اصلها كلين بيشتغل فتره قصيره نص دقيقه تقريبا نص دقيقه بالظبط فتعمل كونتراكشن وتريح كونتراكشن تقعد تتعش كده العضله فبيسموها تويتش جنبها بيقوس الاوت بتحصل في العين عضلات العين بيحصل فيها تويتش واحد رعشه في عضلات العين اللي بره ده الاكشن بتاع السكندر مصر الاكشن ده مخرجهم طبعا قصاد الفكت بعض الناس ثم القنبله الكبيره بقى النيكوتينيك الثاني موجود في الادرينال ميدالا بيزود الابنفرين ومنور ايه؟ لا 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 طب يا دكتور لحظه هيحصل ايه بقى؟ الابنفرين ومنور الابنفرين دول عكس استاكولين هتقول لي ساعتها بقى الاكشن هيحصل ايه؟ هيتقلب ولا ايه؟ لا يا ابني مش حاجه دلوقتي في حته مهمه لو فهمتها بنام يسرا طول ما الماسكارينيك والنيكوتينيك موجودين الماسكارينيك اقوى لانه مسيطر المصريين قالت اكشنه سائد سائد يعني هو المصايد فالنور اللي بيقول لهم ده دول مش قول لي ما هم طلعوا هم طلعوا مش عملوا حاجه ادام ماسكرينك شغال هو اللي بيسيطر قول لي طب السؤال رايك لو اديت دواء اسمه اتروبين اتروبين ده معرفش انا من واحد ايه في ومعاه الصبوره اول حته الجايه دي مهمه ثم اخش على الجنب الناس تقوم معاه الصبوره على سيرك مارد بقى استايل كولين له اكشن ماسكرينك اللي انا قلته واكشن نيكوتينك صح مين اقوى؟ ها؟ ده هو اللي موجود انسان لو ده مش هيكتب تقول لي طب اه دي الاتروبين معاه في السكشن زي ما بتعمل كده في السكشن تقفل دي ماسكرينك تنكر مش تدي اصلا كل ما عندي الاتروبين عندي الاتروبين تنكر تعرف ان الاتروبين قفل ماسكرينك في ناس شايفه التجارب دي قبل ما تشتغل بكره او يوم الخميس ماشي بص يا جماعه الاستايل كلين اهو لهم ماسكرينك ونيكوتين اسمها صناعه عشان هي حته مهمه بس مين اقوى قلنا ها حلو اتروبين لو اديته مع استاكولين بيقفل ايه فيهم؟ حتى لو قوي بس قافل اتروبين بيقفلها تقول لي طب وبعدين يا دكتور ساعتها النيكوتينك هتطلع مش انت ما هو مفيش اللي هي يا ابني انا قلت لك تعالى كنت جيت وقت انت مبسوط عليا تطلع اول ولا مش هتطلع الاول؟ ولا تطلع اول ما اعرفش اطلع اول قول لي يلا اول ده سهل هو ذاكر وبعدين والله بقول لي مزاج كتير بس ما فيش هو اخر كده هو طب اقول لك حاجه هفضي لك الدفعه كلها يعني هفضي ورقه مفيش دفعه عندنا كلها هنمشيها كده هنتصرف فيهم وهتبقى لوحدك تطلع ولا مش طالع ده حتى لو شلت بادر لوحدك 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 هكذا والله ما هزار هكذا النيكوتين هو يا ابني واد فاشل ان شاء الله عيب اقول له طب بص هشيل لك الماسكريت ده تمام هتنطق ولا مش تنطق؟ يقول لك عادي ما انا لوحدي فاهم اللي اقوله لا بلاش المثال الرخم بتاع الاول ده عشان مش هجيبه انت الاخ رقم اثنين في العيله يعني ليك اخ اكبر منك ودكتور زيك او اكبر منك واحسن صيدلي او طبيب طبعا هو في البيت مسيطر اخوك كبير عايزين نروح مثلا نخرج النهارده هنتفسح مع بعض هنروح فين؟ الاخ الكبير كذا نروح وراه انت طبعا انت مخنوق ده العكس هو انا مش شايف في البيت ده تصبر بس ربنا هيكرم وهيتجوز ويطلع بره البيت اهو لما نروح بره البيت خلاص يبقى انت رقم واحد هكذا المسكري ده الاخ الاكبر اسمع بس اخ الاكبر لما اطلبين يقفلوا ساعتها يدوني ايه؟ يزبط ولذلك بقول لك كده امتى؟ بس ما اسمعش انت بتصور بجد انت استايل كولين يعلي الضغط يعني استايل كولين في العاده بيعلي الضغط صح؟ اه مش انا فوق امتى يعلي الضغط؟ لما يقفل له ايه؟ وزيك نكتبها سؤال سؤال واجابته ونخش على جدولنا عادي باذن الله. السؤال بيقول اكسبلين او جيب ريزون تحتها ممكن يعني. جيب ريزون مش مهم المسألة المهم ايه بقى؟ اتروبين او استايل كولين سوري استايل كولين افطر اتروبين اصلا مين بعد اتروبين عملت بروديوس هايبر تنشن اصلا الناس كلها عارفه بيعمل ايه انخفاض الضغط يقول لك ليه اصلا كولين بعد اتروبين بيعمل هايبر تنشن عايزين تفسر واحد اصلا كولين ده اصلا الناس كلها لسه قلت من شويه بيعمل ايه هايبر تنشن ازاي بيعمل هايبر تنشن بعد اتروبين تقول له ايه بقى بالراحه بص يا سيدي اصلا كولين بيشتغل على مين أستار كولين أكت أون مين أولاد؟ ماسكارينيك أند نيكوتينيك ريسبتورز من حقك تكتب إم وإن بس يكون كابتا يا أولاد أستار كولين بيشتغل على إم وإن ريسبتورز أتروبين
بلوك مين فيهم؟ ها هتقولي بلوك ماسكاريني اونلي. انا قلت لك الكلمه دي عشان كلمه مهمه. هتقولي في الماسكاريني بس. سو سو بقى اللي جاي هيحصل ايه؟ النيكوتينك هيعمل راحته صح ولا لا؟ سو النيكوتينك هيزود مين من مين؟ هيطلع مين من مين يا جماعه؟ ايوه قلنا سو هيطلع سو نيكوتينك اكت الون. اشتغل لوحده بقى يزود مين؟ ابنفرين ونور ابنفرين فروم حته اسمها ادرينا دي يا شباب. بقول لك طب ايه الاخر ادام ضل في الحوار يا ابني؟ قول له مين قالها ريسبتور اسمه نيكوتين. ساعتها هيحصل لك انت عايز يحصل هايبر تنشن. ده خلي بالك سؤال جميل في الشفوي في النظر في اي حته. يقول لك اصلا مين بيعمل الضغط؟ طبعا يعني مفيش دم على القدر القليل وابيض نزل مفتوح. يبقى اذا انت الضغط قليل. يقول لك ماشي قول لي بقى حته حاله واحده استقبل فيها على الضغط. قول له سهل لو قفلنا له ماسكرينج بتاعته. لو ادينا اتروبين قبليه وده اللي بيحصل على فكره في السكشن في العضله. انا بقى في الماسكرينج لاتروبين عشان اشوف النيكوتين هيشتغل ولا لا. عشان الاتروبين بيقفل الماسكرينج فالنيكوتين كان بيشتغل لوحده. بيعمل يا شباب؟ يزود ابنك من الاحتياط يعني. وبعدين طب الكلام ده ما حصلش ليه؟ لما ماسكرينج كان شغال. لان ماسكرينج اقوى. اقوى ثم المفروض هيسيطر. قول. سوني كوتينيك اكت الون يزود ابنفرين اند نور ابنفرين فروم ادرينال مضاد اللي هو فيها ريسبت اسمه نيكوتين فيعلي الضغط يا شباب. ماشي كام حد ما هوش جدول لو سمحت؟ ما مين اللي خد الجدول؟ معلش حد من الشباب. ايوه انت اجيب بقى انا مش فاهم. يا لهوي ده في تي ده كله جدول ده مصطلح يعني ده مصطلح على الفرع ده مش انا فاهم انا الابيض كان بيشرح بس ماينس البين بس ايه الاصفر بار بس ماينس تصنيف ال 200% تكون ريالين لانه عايز طاقه فاهمك عايز طاقه الطاقه في الخليه بياخد بيكون عنده الاسيتيك ماشي الاسيتيك كونزايم ايه يكون موجود السيتوبلازم هنا تمام والكولين بياخده الليفر بيصنعه بينزله الدم هو بيمرض من الدم يبقى الكولين وبعد كده بيحفزهم اللي هو الانزيم دوت اللي هو كولين اسيتايل ترانسفيريز الانزيم ده بيحفز التفاعل ده وبيطلع لك الاسيتايل كولين بقى كل ده بيتم جوه ده في جوه الانزيم تمام ماشي تمام بس هي دي الحته دي كلها اللي بقى اللي بيمنع الاسيتايل كولين عندك فين؟ اه دخلت انا على الحته دي هو ده اسلامي اسمه رقم 10 10 اهو المتبيش يا باشا
ادويه بتشتغل على الريسبتور بتاع الفيروس بتاع الريسبتور على طول بتاع على الريسبتورز مباشره ماشي. هو متقسم على اثنين جروب على فكره يعني اصلا كلنا اهو اصلا بولين مين بتاع بولين كاربطول كاربطول بيتانيكول أول خمسة اللي هم كاتيجوري كلهم صح كلهم كده أدرينالين نور أدرينالين أيس أدرينالين وريد أدرينالين ومعانا كمان ثلاثة من الجدول الثاني نايفرين وبيتا تو أجنس وبريدين بس مو درجة هناك صح؟ وريد درجة كان اثنين بس تحت بعض أمفيتامين وأدرينالين وميكسيت أدرينالين وبيتا أمينون ده كده كانت تقسيمة هناك عشرك النهارده تقسيمتها الرياح الجدول الاولاني داير ان شاء الله الجدول الثاني داير يبقى كده خلصناه الحمد لله. يعني النهارده عايز ترجع ليه بقى مش عارف ازاي فبتوع عندنا داير تعلم عليه معلش هو لقيت تقسيمه استراكشر اقولها بلاش مكان في الكتاب بس هنحاول نصرفه بص هو اول اربعه له اسم والاخير له اسم تاني يعني بص احنا طالعين ودي تفويهم لكم معايا كده بسمع حاجه كل حاجه بقول لك يعني استظرف بس انظف ماشي الواحد تحت جنب بعض ما مش عارف سمعتي ليه سمعكم سمعت لا يستاهل طبعا اسمع هو المفروض اكتب فوق بس مش مكان اعمل ايه؟ هتتحل يعني اكتب تحتين شايف ده بص كده معلش ده وده الاربعه دول هو اسم هو مش اسم خالص بس احنا ما نسيبش حاجه العيله الاربعه دول اسمهم ايه؟ كولين استر كولين استرز اسمهم كده في الكلمه الأربعة الأوائل قلتهم حتى اللي خلينا نفسها العنوان بس تحتهم شد كده أول أربعة اسمهم كولين إستر اللي هو أستايل كولين أحفظ اسم الدواء أستايل كولين وأخد توأم ميسا كولين لاحظ الاثنين كولين هم أستايل وميسا وكاربابول وبيستانيكول تحس إن هما الاثنين توأم برضه الأربعة دول لهم اسم واحد كولين إستر أما الواد ده أهو لوحده عامل عيلة أنا عيلة لوحده الواد ده اسمه بايو كاربين كان عندكم في الفايتو ولا مش عارف كان العرض كده سمعت بتاع الناس اسمه بايو كاربس بايو كاربين سمعتوه وانا متاكد بايو كاربين طيب ما سمعش هو نبات اسمه مش هو اسم نبات بايو كاربس ده مش حضرتك المهم ماله ده بيسموه في الفارما اسم رخم كده كولينو مايميتك الكالويد ناس كولينو مايميتك يعني كلمه مايميتك شبه يعني طبعا كلمة الكالوريد انتوا عارفينها اكيد عند يعني الكالوريد بتاع النبات هذا بقى الكالوريد بتاع النبات بيسموه شبه الكولين ده فبيسموه كولينو مايميتك انا قلت الاسم عشان برضه ما ينفعش تبني حاجه بس بصراحه في الامتحان ما بتفرقش معانا الخمسه بيتعملوا زي بعض اسمهم ايه في الفارما بص بقى الجدول ده اول جدول في الفارما سهل ليه؟ لان الادوات تحب تزوم بعضها وسهل باذن الله ازاي؟ هنا كايليتك كايليتك يا جماعه هنا في اسئله في الامتحان هي مش بنعمل اسئله تاني الابسوربشن ثم الميتابوليزم ثم التهاب حاجه اسمها التهاب بص يا سيدي معلش تمشي لما اخلص الكلام دي على بعضها بالنسبه لستار كولين نوت او نون جي اي تي ابسوربشن لا يمتص الجي اي تي ابدا طب ميسا كولين قال لك انا بص نص نص انا عين كومبليت جي اي تي ابسوربشن يعني نص نص ما بمتص الجي اي تي
بالنسبه ثالثه مين اللي هو كارباكول وبيسيليكول وبالوكارديولك. احنا الحمد لله زي بعض شفتوا حتى الكلام بتاعته واحده صح. الثالثه كومبليت ابسوربشن انجوري ما تكلمش على مضاعف ده ثلاثة مع بعض. بقى ثلاثة فاضيين كومبليت ابسوربشن من جي اي تي. بالنسبة للستة من الميتابوليزم ركز معاها الصابون. أستار مين كان بيتكسر بترو كوليستريز ولا سلو كوليستريز؟ الاثنين. فكرني. آخر كلام. يبقى ده ترو وسودو كوليستريز أهي في كلمة كولين ستريز اتصال. طب لسه كولين حتى فاكره؟ ترو بس. ترو كولين ستريز أونلي. اما بالنسبه للي انا شفت اللي هم التغيير انا ما اعرفهمش النظام بس انا اسف نوت ميتابولايز باي كوليستريز خط جميل ده وراح خد كده حته كبيره تمشي على مغالطه برضه نوصل عادي. بالنسبه بقى لسيادتك بص اصلا كلين مش دواء يا جماعه لاحظ النهارده انا وعارفين كل ما اشرح اقول لك ده كان دواء تشين ده دواء لسه موجود ده اصلا ما نزلش دواء اصلا مفيش دواء نزل في الصيدليه ابدا اسمه اصلا كلين. الناس تقول لي ليه؟ طبعا كده ارفع شويه. اولا هو فيري 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 شورت دوريشن لكن هتخلي الدواء ده بيشتغل في 30 ثانيه. يقول لك طب ليه 30 ثانيه يعني نص دي؟ يقول لك لانهم بيدخلوا الجسم بيحصل له رابد ديستراكشن بمين ومين؟ ترسل فذلك ده مش شورت ده ده فيري شورت دوريشن او فيري شورت. اللي جنبه بيتكسر بكام انزيم ولا ايه؟ لونجر شويه. هو لونجر نهزر واحده دول شويه. طب دول بيتكسروا بكام انزيم؟ كسرت من زمان دول ده بقى ايه؟ كسروا شيء قالوا لي ده كمان قالوا ما احنا عاملين دي ده القايرين اللي بيصير في الامتحان جدا جايز يا ولد نحفظه زي القايرين ده ليه بالعرض يلا حد بقى كده ابصر عشان نكتب مع بعض الاصل ياكل النط جي اي تي ابصر مش هم راس اصلا هو مش دواء اما اللي جنبه انكمبليت جي اي تي ابصر مش نص نص التلاته تفاضلين كومبليت ابسوربشن من جي اي تي. بقينا ده نوت ابسوربت ده انكومبليت دولت كومبليت. دي اول كلمه ابسوربشن يا جماعه وكبر فكر كده. طيب الخانه الثانيه دي عليها سي بوكس ده ايه صمت سي عليها كتير في الامتحان ام سي كيو. ده اصلا كنت بيتكسر لمين ومين يا ولاد؟ ترو وسودو كويستريز بالانزيمين. يبقى ترو اند سودو كولين ستريس. طب بالنسبه لميسا كولين ترو كولين ستريس اونلي ترو بس. طب الباقي يبقى ده ترو كولين ستريس اونلي الباقي نوت ميتابولايزد. فاكر النقطه دي بس مهمه نوت ميتابولايزد باي كولين ستريس انزايم اصلا ما كسرش كولين ستريس خالص. هما الثلاثه ناقص الامتياز او الدوريشن ده فيري 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 شورت. طبعا هو فيديو انا عشان ما كملش بس هي يعني لان 30 ثانيه والناس فاهمه ليه هو بيشتغل في فتره قصيره بس. عليك هو ليه؟ طب ما اقول لك ليه ما نزلش دواء؟ طب ما ممكن نحطه على محلول ويمشي باستمرار. يقول لك هو لما يدخل الجسم ما بيلحقش يشتغل ايه؟ يحصل له رابد ديستراكشن بالانزيمين مع بعض. يعني ما بيلحقش ينطق. رابد ديستراكشن بترانس ويفيجن ده لونجر شويه ليه بيتكسر الانزيم معاه؟ دوت ما شاء الله لون لون بجد اللي هو ما بيتكسروش بالانزيمين. ماشي الكلام؟ كده انا خلصت اول حاجه القايدنج مهمه ايوه. خلي بالك احنا القايدين بتاعتنا كلها هتخلص في عادين. فاكر الكاتيجورا مين هناك؟ فاكر ولا لا؟ لها قاعده ونون كاتيجورا مين لها قاعده؟ اللي لون لون كاتيجورا مهم ما بنقولهمش ما بنقولهمش. طب نخش بعد كده على الدايناميك. كلمه دايركت يعني يا جماعه؟ يبقى لازم اقول اسم ايه؟ اللي هم الفا بيتا ولا مصر؟ طريق بقى بص كده بص معايا صبور ام وام انا هحفظك بسهوله. كلهم بيشتغلوا على ماسكارينك زي بعض بنفس القوه. تقول يعني ممكن تعمل زي ما انا كده. ده مش تعمل ماسكارينك ايوه اهو ده بص. وده نفس الكلام ده بص. شغال بكم وده كمان. على ماسكارينك بس بقول لك عشان ماسكارينك حاجه ومش بتجي حاجه ثانيه. يبقى كلهم ما بقاش عامل ماسكارينك نفس القوه. ماسكارينك ما فيش عليها خلاف. امال خلافنا على مين بقى؟ اللعبه كلها على التاني اللي هو نيكوتينيك ريزم. تعالى قلت لك ماسكاريني في الامتحان ما فيهاش كلام. اما الخلاف اللي تحفظه يا اسطى الجليناب يا اسطى اللي معاه قلم تاني يا ريت. انا قلت تاني بدل ما عندنا زمان اللي جنب ليه بقى؟ النيكوتينيك توضحوا لي في الجدول عليه اسئله كتير في الامتحان. الاولاني له نيكوتينيك اهو بس قوي. الاولاني عندك اسمه استايل ايه؟ استايل كولين؟ ماشي. عامل ايه؟
ماشي من الترتين بس بلان بس حاجلة النيكوتينيك الأولاني اللي قلت لك قوي معلش والتالت كمان التالت كل بقى بص على جنبه ونبهه نفسه التالت اللي هو مين اسمه ايه غير التالت اسمه في الجدول الجدول ده أصعب حاجة فيه اسم الأدوية خدت ده الكلام فوق تحت حفصة يبقى كاربوكول أهو يبقى نوم إن لهم نيكوتينيك محترم أستايل كولين وكاربوكول تقول طب بالنسبة لسيادتك لميسا كولين ده إيه ويك النيكوتينيك بتاعه ضعيف بالنسبة لبيسا نيكول بكل فخر واعتزاز ملوش مهم في امتحان جدا نو نو نيكوتينيك مهمة جدا طب وده الأخير ويك وانت بتذاكر والله في مصر على كلام احمد وهو على فكره بس بتحط تحت بعض مش لازم ما تبقاش عيش ولا قوي برضه مين يا ابني لو سترونج نيكوتينيك اكشن في الدايت بارس الناس مهمه خلاص ده هو اسم الثالث تمام مين اللي ملوش نيكوتينيك نهائيا ايه ثاني كل ده اسم الدردشة كم اربعة الامتحان 10 كم اربعة اسمه مين ثاني كو مين اللي هو ويك نيكوتينيك يا ابني اثنين مين نيكوتين وينوكاردين اقول لك حاجه ملاحظه لحد دلوقتي انا ملاحظ ان الواد الكربوكولا بيس اللي كلهم الاخوات تبع اخين تبع ماشيين مع بعض زي الفل اهو بص دي بتوصل مش عارف ايه دي ما بتوصلش كل اسبوعين دي نو فيديوريشن ولا هو بنفس المسكرين اختلفوا على بعض فين؟ عايز اوعى تنسى الامتحان الكربوكول اول خلاف بينه وبين البيس نيكول على حته واحده على حته نيكوتين مين اللي هو نيكوتين فيهم كربوكول بيس نيكول ملوش نيكوتين ابدا صم الكلام مفهوش فين؟ طيب ركز معايا الحته الجايه دي هي بتفهمك الفارما اللي جايه او الحته اللي جايه كلها احنا كنا زمان في السيمتات مش عارف ريسبتور اقول لك اسم الريسبتور وشغله لك او قفله لك النهارده لا مش ريسبتور اصلا ما هو المسكرين كلها موجوده صح؟ المسكرين اصلا ست اكشن كلهم موجودين اهو منورين والنيكوتين تقريبا معظمهم له اكشن على النيكوتين الا واحد اذا الاكشن كده مش هعرف اقول اكشن مختلف كلهم زي بعض اهي الفكره بقى في اللي جاي تخصص اقول لك حاجه كويسه طبعا الكلام ده بيبقى في طب اكتر من تخصص ده لو ليك اخ في طب ولا حاجه بياخدوا كام؟ ست سنين ست سنين طب ده ما هوش تخصص واحد يعني انت ليك لو ليك حاجه طب هو متخصص في كليه خالص بيخلص ست سنين وسنه امتياز كمان كلها بيلبس كل المواد وبعد كده يتخصص بقى يروح يتعين في المستشفى بقى في المستشفى حتى الماجستير في التخصص بتاعه يعني ممكن يتخصص على سن كام سنه حاجه 30 40 سنه ده لو هو مثلا ايه انتهى طبعا ناس تخصص واحد تقول يعني هو قاعد ده كله ما تخصصش لسه فيه كتير كده سؤال بقى اذا اللي بيتخصص واللي بيشتغل على كده دكتور زمان طب مش عايز تخصص لو انت لسه عندكم في اللاب بتاعتنا يعني اللاب بتاعتنا في هو فكره بتاعت زمان هتلاقي دكتور الطبيب اسمه ايه بقى جراحه وجنبها بطن يعني جراحه البطن اصلا بص مش اسمين ده مستشفى ومستشفى كان زمان بيبقى كل الطب مع بعض دلوقتي التخصص هو الحل يعني اقول لك تعالوا يعني مستر كلين ده مستر كلين من زمان قوي وزي ما كانش بيتخصص فقالوا يعني ما كانش بيتخصص نو سيلكتيفيتي ملوش تيش معينه اذا جبنا ثلاثه تحت نيوز نيوز ستاند اب في الطب اصلا في بلا تخصص قالوا لي مش فاهم طب افهم بعد كده افهم ده نو نو سيبها دلوقتي عشان اجاوب لك تعال نتكلم عن ميسا كولين فيديو بيها ميسا كولين ده اتعلم الدرس قال لك اخويا اصلا كولين طلع من الكليه وما كملش قال لك انا خلاص خلصت مش هكمل قول له خلاص انت مش هتشتغل عبارة يبقى نو سيلكتيفيتي نو يوز اما انا في لا لا انا بفتح قلبي بفتح كارديو ايه؟ بص اقول له استنى تم في مرض الانفلام قال له دلوقتي قال لك احنا اثنين توأم ليه نعمل مستوصف مع بعض؟ ده وده عملوا تخصص فين؟ الاي ولا جي اي تي ولا يورينال يعني ناس بتوع رمض بتوع جوزي اللي هو جهاز هضمي ومسالك دوليه ده بقى لك انا بتاعي يا سيدي اول بتاعي رمض برضو وبتاع سكريشن انت تخصص ايه انت هذا خاص اسمع بقى سؤال معلش لو الكلام ده اتفهم هتريح هم كلهم لهم اكشن زي بعض صح ولكن كلمه سيلكتيف يعني بيبان الاكشن في الحته دي بالذات فممكن استخدم الدواء دي في الحته دي بالذات اقول لي مش فاهم لو قلت لك مثلا ماذا يفعل ميسا كلين في الكارديو مثلا؟ ما انت حافظ قول لي اكشن الاستيبل عن كارديو ما هو هو قال لي حافظ الهارت يا ابني الهارت بيحصل ايه؟ نيجاتيف مش عبارة نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف
الضغط لازم كلمه واحده باظ وايه الضغط بيقل صح. ولذلك ميزه كوين بيشتغل اكشن اساسي لكن الباقي بيحصل برضه. ولذلك هتلاقي مكتوب تحتيه مستخدم في استخدامين سيبك انت من كلمه باروكسيزم خليك في كلمه تاكيكارد علم عليك ايه تاكيكارد دي يا ولاد ليه بيعالج تاكيكارديا؟ طبعا بيعالج ليه بيعالج تاكيكارديا؟ بيعالج بريد؟ طب سيبك دي ينزل تحتها مكتوب مرض اسمه بريفرال فاسكولار ديزيز رينوكس عارف رينوكس ولا لا؟ بيستخدم عنده ايه؟ سابولة هو بيعمل باصه ايه؟ عايز اقول لك في سابولين بيستخدم استخدامين يبقى عشان شباب هنا مرض اسمه تاكيكارديا ومرض اسمه رينوكس ديزيز لانه بيعمل براديكارديا وبيعمل باصه ديزيز يبقى ده تخصصه اللي هيجيبني من الكارديو وصل ولا لا؟ يبقى هنا السؤال بقى ليه استايل كولين ليس له استخدام وده سؤال محترم جدا لو سالته في الشغل. قول يا ابني استايل كولين نوتشز ليه؟ عشان سبب السبب الاولاني اللي هو نون سيلكتيف تحت بعض نون سيلكتيف يعني بتاع كله ما يعني بتاع كله دي حاجه عشان طبعا عارف هقول لك حاجه لو انت مثلا قلت استخدم استايل كولين في علاج التاكي كارديو زي ده اقول لك ماشي صح بس استحمل بقى اللي استعمل ايه؟ كل الاكشن بتاعه بيحصل من اول الاي تلاقيها بيوز وعمال يعيط طول النهار ما هو مش عارف بيحصل ايوه مش عارف بيحصل بكده ولا وخد كمان بالنسبه للبرونكاي هتلاقي البرونكاي مقفوله وفيها سكريشن الجي اي تي ما شاء الله طول النهار دايريه البلادر يورينيش على نفسه لا ولسه ده في تويتش صح ولا لا؟ يعني طول النهار عمال تطلع عشان تقول لي طب ده لك ده ربنا عشان انت عليك تاكيكارديا تعمل له كل ده ما ينفعش طبعا لو في دواء بيشتغل على الكارديو اكتر يبقى افضل في الدواء. ولكن اصل الكولين ليس راس الدم السبب الاولاني ان هو نون يعني بتاع كله. السبب الثاني هو فيري شورت ديوريشن. انا مجرد ما ادي الدواء ده المريض هتلاقي اكشن مستمره دي ما استمرش. يقول لك انا بديه بيتكسر. ايه بيتكسر كام انزايم؟ مين ومين؟ كروسوم. ولذلك ليس راس الدم. يبقى النهارده انا ما عرفتش اشوف كده. قول يا ابني اصل الكولين نوت ادرك. نوت دراج مفيش دراج في الفارما في صلاة اسمه على فكرة استخدمه موجود فقط في السكاشن بس اشتغلت بيه؟ السكاشن بس ده مادة بتشتغل في السكشن لكن في الصيدلية والله لو اتنططت راح صيدلية تقول له عايز ادرينالين يقول لك اتفضل بس سوري سوري ادرينالين موجود في دماغك طب استخدمه ايه؟ يقول لك ده السكشن يا ابني وحتى لو قلته مش ده لكن بيتكلم في السكشن يبقى ليه عشان حاجتين ان هو فيري شورت ديوريشن ثاني حاجة نون سيليكت بتاع كله بيسابولين ده بتاع ايه بقى قلنا؟ قلب هتنسى دي اهو بتقعد ده تخصص قلب والله شويه هفصل او قلب بيعالج مرضين يا ابني اوعى تنساه ده بيعالج مرض ايه مرض ايه؟ تاكي كارديا مرض اسمه رينوز عايز اسال رد اسال سؤال كده رينوز دوت يا ابني ايه رايك لما اديله دواء اسمه بروبرانولول بروبرانولول لما تشيل دول دول قول له بلاش يا طيب دول ده ما ينفعش لانه بيعمل باظه ايه؟ اوعى انا عايز اعمل فازو ايه؟ بالنسبه لسيادتك للدواء اللي اسمه كارباكول هذا بتاع قوي واذا ذكر الاي في الجزء اللي احنا فيه ده هو المرض المشهور اسمه جلوكوما صح؟ بس انا مش فاهم حاجه انا مش شرحتهاش لسه ليه الدواء ده بيستخدم في الجلوكوما؟ عشان مش عارف قوي طب ليه مش عارف قوي ركز معايا طبعا مدرك انا اقول بيت ولا ايوه فهمت انت حاجه ده؟ لازم اشرحها هنا مش هنرسم الاي برضه يلا انا برسم اي انا زرتها حتى دلوقتي مرتين النهارده الثالث ولسه لا رسمه كمان ان شاء الله في اخر مره هترسمها ورايا في مره اسمه جلوكوما اشرح الطرش اسمع ايه عايز النهارده افهم بس يعني تفهم هتكتبها قاعده عامه في ظهرك بس اصبر انتوا مش عايزين تكمل الفوضى صح؟ مش عايزينك انت اصلا الجدول ده يتذاكر والله في الحصه بتاعه سهل عشان كده قلت نلم بس واحده مش مستاهل قاعده كده يا عم اسمع يا سيدي الرأي اللي احنا نرسمها والناس بتتريق عليها ايه؟ شش اسمع صبر مش عارف مش اي خالص حد يبو باشا الدعوة بشر كلنا نزيد دلنا رغم المفروض يخلص المفروض تكتب حاجه في كتاب الفايده مش عارفه والله لسه ما عرفتش بس انا بتعيد معايا الصوره نكتب حاجه في كتاب الفايده الناس تفهم النهارده كلام جديد انا طبعا المره اللي فاتت مره زي بعض المرتين مش عارف ده بس السيريا اللي ودي صح؟ النهارده عاملين لها السيريا اللي قلنا ان في سائل في العين اسمه اكوا سيوم صح؟ ده اللي بيحدد الضغط جوه العين
فعلا وسائل جزال عن اللزوم بيعلى الضغط، والعمل الضغط دي جلسة بتتمر كده جلوكومة كمان لما ضغط العين عالي ده ممكن يعمل عماء مش ظاهر. يقول لي طب المريض ده يعرف ازاي؟ مش محتاج من الاصل من نفسه مش هيستحمل الوجع شديد جدا. الوجع ده نعمة من عند ربنا. كان الدكتور يروح ايه؟ او المريض يروح للدكتور على طول. فلو محتاج تاخد براحة يعني محتاج ادوية جديدة. الاول انا قلت لما كان التصنيع خلاص النهارده هتكلم عن مكان تاني. مكان اسمه الدريلج بتاع الاكواس ده. مكان اخراج السائل ده ورا العين. فين القناة؟ اهي اسمها قناة الفيشنيل. مش عارف سمعتها قبل كده ولا لا. ما سمعتهاش عادي مش هتفرق معاك. دي اسمها قنال اوفيشنيم. هجت بالك بقى دلوقتي بصوصنا. اشنيم ده دكتور يا عم الحاج. سماها باسم واحد. اشنيم ده دكتور قال لك القناة دي بسماها باسم. والسؤال بيقول القناة دي لازمتها يا ابني؟ هذه القناة مسؤولة عن إخراج الأقوس بره العين. المفروض الطبيعي بيتصنع يخرج. فكمية التصنيع تعادل كمية الإخراج هيبقى السائل جوه العين ثابت. وذلك الضغط يبقى جوه العين إيه؟ ثابت. يعني طب لما بتصنع شوية الزيادة في التصنيع يعادل مثلا فين؟ في الإخراج. النقص في التصنيع يعادل نقص في الإخراج وبالتالي يبقى في توازن. فالقناة المسؤولة عن إخراج الأقوس بره العين اسمها قناة وفيش لم. حظك الوحش إيه بقى؟ إن القناة دي لازم فيها عضلتين. عضلة بتاعت سيلياري شانت دي اسمها سيلياري ماسل عارفها ولا لا؟ سيلياري ماسل إيه؟ والعضلة بتاعت الأيريز اللي هي اسمها فاكر حاجة اسمها راديال ماسل وسيركولار ماسل ولا لا؟ طب ركز معايا ده اسمه ايريز. قلنا قبل كده الايريز ده يا شباب ده اهو اللي بيت العين اللون بتاعها يعني مثلا واحد عينه لونها اخضر هل البيوبل دي طبعا الحته دي اسمها بيوبل ولا دي اسمها بيوبل الفراغ ده اللي في النص ده اسمه بيوبل اللي هو الحدقه او دي سيكشن يعني اللي عايز يبص عليه في البيت زي ما قلنا لك قبل كده في حته في النص كده سود عند الناس كلها دي اسمها بيوبل حدقه حواليها حته ملونه اللي هي بتبقى عامله كده اللون ده هو بتاع العين اللي اسمه ايريز ثم حواليها بقى ايه الحته القرنيه بقى من بره. انا عايز اقول لك ان الحته دي اسمها بيوبل. الحته اللي جنبها دي اسمها ايريس اللي هو احنا خدنا سيكشن خدنا بطن. السؤال بقى الايريس ده يا ابني لو انا خليتهم قربوا من بعض، الايريس ده والايريس قربوا من بعض، يبقى البيوبل هتوسع ولا تتجدد؟ فكر معايا كده. لو الايريس قربوا اهو يبقى الايريس ده بيقرب والايريس ده بيقرب. يحصل ايه؟ الايريس. شايف البيوبل عامل ازاي؟ اكسر الديتا. الديتا وانا استفدت ايه لما الايريس قربوا من بعض؟ انا شديت الايريس بعيد عن القناه. انت مش واخد بالك لما انا شديت الايريس ده ابعدته عن القناه دي فلما ابعدته عن القناه حصل ايه في الدرينج؟ زادت. تقول لي طب انا مش مقتنع طب ما يمكن تسيبه زي ما هو خلاص. لا انت مش فاهم الميوزن بيعمل ايه؟ بيشد الايريس بعيد عن القناه فالقناه تفتح اكتر فيزيد اخراج السائل بره العين فساعتها يقل ضغط العين جوه. تقول لي طب ما تيجي نعكس مش عارف تعالى نعكس عم نعمل مارديز يعني ايه مارديز يا ولاد؟ كلمه مارديز يعني وسع اليوم يعني وسع اليوم الارز يبعدوا عن بعض ابعد يا زميلي كده راجع بص راجع كده وراجع كده ايه الاخبار؟ قفلت القناه قلت لما يقفل القناه ساعتها يقل الدرينج بتاع اقوس بره العين فساعتها يزيد الايون ومن هنا بناتي القاعده عما صم ما فهمت جواني كده اي دراج في الفرد بيعمل ميوزس يعني ميوزس اصلا؟ بيقفل بيوم ده بيوم عدى بيوم العين بيقرب الارز من بعضهم ادام ارشاد الايريس عن القناه بعيد وبعيد عن القناه ساعتها بيزود الدرينج بتاع الاكوس فساعتها ايه الاي او بي هي الفكره هنا هناك في كلمه يشد وكلمه يزق بالانجليزي هتلاقي حتى في الصيدليات على فكره او في السوبر ماركت اللي داخل السوبر ماركت تلاقي مكتوب كده بول ووش عارف بول ووش حد وقت عم مرتبط فيهم عكس على نفسك مالهاش دعوه بالانجليزي هو احنا متعودين نجي نزق على طول قال لك يا ابني لا ما هو في حاجه اسمها بول ووش بول يعني يعني انا دلوقتي بعمل ميوزس يعني طبعا صبور نعمل ميوزس انا بشد الايريس ولا بزقه؟ يعني بول ولا بوش؟ انا بشد الايريس بعيد عن القناه وزي القاعده عامه كده اي دراج في الفرن انا كاتبك بس اصبر بيعمل ميوزس هو بيسحب الايريس بعيد عن القناه فيزيد الدرينج بتاع الايكوس فساعتها يقل الاي وي والعكس اي دراج يعمل مايدريز بيزق الايريس تحت القناه بوش وساعتها يقلل الدرينج فيزيد الايون دي. وزيك هبقى اسالك سؤال بقى قبل ما هو ليه الكارباكول بيستخدم في الجلوكوما عشان بيعمل كلمه واحده اسمها ايه؟ ميوزس. وزيك في ظهر ورا قاعده عامه كده قاعده عامه بخط كبير وحلو قاعده عامه ايه اللي درج؟ بص اي درج ايه اللي درج؟ بروديوس مايوزس
اي درج يا ولد يعني تحط تحت مصر دي خطين الله يكرمك. اي درج بيعمل ميوزس السؤال بقى بول ولا بوش الايرز؟ انا اقول له كده براحتك اقول له ميوزس يعني يعني الاثنين قرابين كده من بعض عشان يحصل ايه ميوزس وبالتالي يبقى اللي يشد الايرز بعيد ده انا بول يعني ايه؟ او بول بيسحب والايرز ايرز ده اللي هو اسم المادة او الاسم المكون اللي حوالين الايرز من بره ايرز اوي فروم قناه وشتم تعرف في القناه وشتم صح الله يكرمك فروم قناه وشتم طبعا الناس اللي خدت المانيا اكيد شتم دي واضحه بالنسبه لهم ايش صح ولا ايه؟ ما خدتش المانيا بس انا اعرف ان ايش ياخد اي حاجه ايش جت الالماني ايش شتم دكتور الماني يعني حاجه احنا مالنا المهم بول ايرز اوي فروم قناه وشتم يعني بقى يزود دريلج كلمة دريلج يعني إخراج يا جدعان دريلج أوف أقوس تعالى من أقوس سفر من بره العين استفدت أنا إيه؟ هيقل ساعتها أي أو بي إنترا أوكلا بريشر قاعدة عامة صم تحفظها إيه؟ ثم تفهمها أحفظها أنا أوي الميوزس الفارما بص أنا عايز الكلمات اللي إيه؟ تحفظها إيه؟ الميوزس بيعمل كلمه اسمها بول بيشد الايريس بعيد عن القناه فيزود دريج فيقل الاي او بي لا اعكس لي الكلام ده يلا اعكس تعال تكسر ما تعرفش هنعكس شافه بس مش هيكتب ممكن يكتب كده هو العكس ما بيس عايز بقى اكتب من التحايل وانا سالت ايه والمايدريزز بيعمل يا شباب ترجم يلا مايدريزز بقى يعمل ايه بوش ايريس وعشان تفتكر انت مذاكر بوش ده كان وحش صح؟ كده لو وحش منه. عارف بوش مين؟ بوش الاب سمعت لما دخل على العراق وهو دمر الدنيا. ده كان الاب وابنه كمل. ترامب ده هيبقى بوش على مصر. شكرا المهم قال لك بوش ده كان وحش وذاكر بوش ده وحش ليه؟ بيزود الاي او بي. ما انا كنت بذاكر اهو على فكره انا بقول لك انا مش خايف منك من الميوز ماليزيا. انا خايف منك من الانجليزي. والله ما هصدق انت قعدت تحكي تترجم ما تعرفش تترجم انت لو ترجمت غلط قلت مش عايز تطول عليك انت لو انت رايح سوبر ماركت وزوق غلط مش مشكله هنسامحك يعني بول ولا بوش لكن هنا الغلطه فور بول ولا بوش هنا بول حلو بوش وحش ده ما بيز بيعمل ايه بوش الايرز بوش وحش توارد القناه مش تم وبالتالي يقل الدرينج بتاع الكسر فيزيد ايو مش هكتب الكلام ده كله قالوا ما يدريس العكس حتى لو ما يدريس العكس ما سؤال يا ولاد كده اي دواء في الفرد بيعمل ميوزس تغمض عليه وتقول لي استخدم في مرض اسمه يرد محدش عبرني جلوكوم بما ان الكارباتول شغال على العين فاول استخدم له جلوكوم قول له مع السلامه طبعا جلوكوم سهل ايه عشان ميوزس تاني خلاص بقى معلش كده ساعه السبع معلش اه والله ما عشان ده بتاع اشياء يوتيوب لا معلش بس حسن هو بيعمل ايه يا ولاد في اليورين؟ يوريليشن ولا يورين ريتنشن؟ راح ممكن تخش يلا سريع. لا يورين ريتنشن طب انا سيب يا جدع ايه دي؟ يوريليشن دايريا ولا كونستيبيشن؟ يعني الناس اللي عندها مرض اسمه يورين ريتنشن التباس البولي عرفهم؟ اللي عنده التباس البولي يقول له سواء ده جميل بس اهم حاجه بص افهمني صح لو في الدنيا غلط هعرف ده ما يكونش الاحتباس البولي سببه قافله في الطريق حاجه سادة طيب قول له هو بص هو هنا الدواء ده او الدواء ده بيعملوا ايه؟ بيكونتراكت الول ولا سي يعني ده بدل مثلا يا جماعه دي بدل هو اخره يعمل ايه؟ يقول لك بص دي الول هيعمل كونتراكشن والسفنكتر ريلاكس فان شاء الله ربنا هيكرمك يحصل ونيش لكن لو في مثلا لا قدر الله حصوه سادة او في ورم تيومر ايه فيلم لا ما اعرفش تيومر يعني وذلك اولاد الاخوان بتستخدم في حاجه اسمها يور ريتنشن بوست اورت مش شايفين البوست اورت يعني ايه بوست اورت الناس بعد الجراحه اصلا الدكتور بيبقى مستني اي حد قلت له لما يخدر مريض ويطلع مع مريض يقول له ايه؟ يلا اي حد يعني اي حاجه انتوا بتهزروش والله انتوا كده يقول اي حاجه يعني يور ريتنشن استول اي حاجه فلو جه اي حاجه بستروها فالدكتور ساعات بيسرع ازاي يقول له خد يلا يور ريتنشن فده ده اسمه بيسري بو بس هتبقى احتباس دوري بعد الجراحه. والثانية جاستريك ريتنشن كلمة دكتور رشيد. الناس يا ولاد اللي عندهم احتباس في الجلطة دي بقى اللي هو ساعات بيبقى عندهم ايه؟ طبعا اليور ريتنشن معروف في ناس عندهم امساك مثلا فترة طويلة وبعد الجراحة برضه. الدكتور سمعها في المحاضرة
جاستريك ايه؟ مكتوب افضل ما كنت بس افهمك حاجه مش ماتش حد قاعد كده كان ما شاء الله وبيس كده وكان حاجه وعلمنا ربنا كان مخسف ارفع منك دي قول عملت ايه انا بعمل ايه والله دي عملت كده دلوقتي في رجيم وكلام من ده في ناس تقول لك حتى الرجيم ما بستحملش في ناس بقى بتعمل عمليه بتعمل ايه؟ عايز ايه؟ بيسموها بالعربي تدبيس المعده صح؟ تدين المعده بيقص جزء من الفين الوسطيه بتاع المعده بس ما حصل حاجه فيسد نفس العلاج تلاسل اصلا خسيت لوحده هذا بيحصل وانا شفت زمان كده وبالتالي يا شباب ده حاجه اسمها فاجوتوم ده تاسيس اللي هي بيقول لك انا بقص جزء من الفين بس مش مهم اسم العمليه على فكره ما يهمنيش اسم العمليه يهمني كلمه جاستريك ريتنشن عنده مشكله في المعده في الشهيه دي مش شغال ثم الاخيره لقيت كلمه اسمها باريتينس كلمه دي يعني ايه شلل في الامعاء يعني عنده امعاء مشلوله دي امعاء مشلوله دي يعني كان بس انا ظبط في ناس بدات تطلع لسه لك من الجراحه يطلع لها بوست اوبر دي برضه وبعد يطلع من الجراحه بتقول ظبطت مستني اي حاجه الامعاء هنا مشلوله مؤقته بيقولوا شغل امعاء لو في بوص لو في حاجه سدت الطريق يعني مثلا لو قدر الله واحد مثلا طفل عيل اهبل بلع لي حاجه قفل الطريق بتاع الانتستين الانتستين دلوقتي مشلوله تقول له اديله مثلا بيسيليكون قال لك بص يا ابني قلت له ما هو مش بيسيليكون ده بيزود الحركه بتاع المعاء ايوه بس في حاجه قافله الطريق الكلام ده مش هقوله من عندي الكلام ده مهم في المعاء اهم حاجه ما يكونش فيه سد ما يكونش فيه اوفر ستراكشن يبقى كلمه يورين ريتنشن بوست اوراتيف كلمه باراليتيك اليس اكتب برضه بوست اوراتيف نقفل حصتنا بقى عشان تعبنا نسيب صار فيك الحصه الجايه. نقفلها بقى خلاص حته خلاص تمام بس خلاص يا بنت السايد افكت تجيب الحصه الجايه. خلاص ما مكتوب عنه. الواد فايلوت كارتين بتاع اي كل اللي بيشتغل فيهم اسمه ايه على طول؟ اسمعها منك مره وطلعها ليه؟ ايه النعكشه دي؟ حد يرد مايوزس رد يا جدع عبد المختار قول 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 ولا بوش ها قول طب مايوزس بوت ايريس اسمها ايريس اواي فروم ايه؟ ولا لو مش نمت يساوي نمت يا جدع بتاع الابس يعني مايو ايه؟ يا مايو كاربين دي استاذ عشان مايوزس شطار شوف التاني اللي تحتها وكان قربت كاونتر اكت ما ادري ايه ده؟ بص يا جدع عدت فيكم راح الدكتور احمد قبل كده في حاجه اسمها فحص قاع العين فحص قاع اسمها فانس مش مهم الكلمه هم قالوا الدكتور ما حاجه فحص قاع العين ما ينفعش يعمل دراسه لو ده قفل البيومين مش هيشوف حاجه هو بيعمل ايه يقول امال جاب بالو كارديل ليه يا ابني هو المفروض الدكتور بعد ما خلص شغله يرجعك زي ما كنت ما وسع اليوم اسمع بس وسع اليوم تقول ده لك وسع خلاص اتكشف بيت الله يرحمه السلام لا عيب بقى يا مش زي كده لكن لو مشيت كده مش هتشوف مفتوحه مش هتشوف حاجه هتبقى ماشي مش شايف الدنيا تبقى ماشي عادي هو ما بيعملش حاجه بيقول لك استنى يومين ولا يوم فالدكتور يقول لك ايه مش انا خلصت بعد الكشف خلاص اطرى كمان اهي تعمل ميوزس ليه بقى؟ ليه؟ عشان كلمه كاونتر اكت بالانجليزي يعني تعاكس تضاف تعاكس اي حاجه يبقى تو كاونتر اكت ما ليش انت جنبها كده افطر جنبها اللي هو افطر بعد حاجه اسمها اي اكزامينيشن بعد فحص العين يا شباب طبعا لو انت حوليت قلت له قبل فحص العين يقول لك انت ما تفهمش قفلت الجبل هيشبه هو يقول مقفول انت عارف الدكتور بيبص والله من بره كده على الشبكيه اللي جوه يفتح الجبل يبص الجبل دي عباره عن فراغ زي ما قلت حته فاضيه زي كمان يبقى كاونتر اكت مريس افطر فالثالثه سيبه زمنيه فاضيه ما تمشيش معايا مش عايز خش بقى أربعة مصطلحات ضاعوا كده السنة اللي فاتت من عرفات. الدواء ده بيشتغل في السكريشن صح؟ طلع هيزود السكريشن ولا غير السكريشن؟ ها؟ فبيسموها السيانابوج يعني سيانابوج. يزود السلايفا. ما عارفينها ازاي بقى مش هم عارفين. والله سمعتوها. سيانابوج يعني يزود السليفا دي سكريشن سلايفا اي سلايفا يعني. يزود الايه؟ السلايفا اللي هي ايه؟ الوعي. طبعا في ناس اللي عندهم مرض مشهور اسمه زيروستوميا اسمه ده مرض ده زيروستوميا لا يعني ما عندوش زايد ينفع عليها كده من جزئين دراي نابس الناس اللي عندهم دراي نابس بص هفهمك حاجه بس عشان تعمل وجع دماغ عارف لما تيجي تصوم يوم في جو حر ولا حاجه ناشف جدا
مش طايق نفسك ومتقول نفسي بس شرب ميه. طيب الكلام ده في الناس بتعيش شكايه طول عمرها. تقول لي طب ليه؟ اصلا السليبر جلاند عندهم ما بتطلعش اسكيشن كويس. تقول له يا باشا ولا ايه بتزعل؟ ميه وكربون اهو سبراي. تخش في بقك شويه سبراي ده تلاقي السلايفر ما شاء الله. بس هذا الراجل اللي عنده ايه؟ زيروستوميا بس. طب اي حد تاني هيتجاي. السلايفر بتبقى مش حاجه حلوه يعني. ده السلايفر. الكاميرا جايه ده يا فرد يعني ولا ده يا فرد دي اسمها توها بقى. معارك يعني بيزود ايه؟ العرق. القرف ده مش سليبر. عايز اسال سؤال قلت قبل كده مش عارف ولا لا. هل عرق حاجه تقرف ولا نعمه معاك؟ ايوه كده. ليه بقى؟ حرارة الجسم. طلع حرارة زيادة. مش الجو بيكون حرارة تعرف؟ عارف عرق ده مفيد ايه؟ طلع حرارة زيادة. فكلك دي طبعا الكلام ده طلع من الكلام من زمان اصلا بس الموضوع عندنا فرما. زي فريدك الناس عندهم فيفر. طلع عنده حمى عايز تكلفة حرارة تعمل ايه؟ تقول الدواء ده يعني ربنا يكرمك. فزي فريدك بيزود الناس اللي شعرهم بيقع يا جماعة. عشان نروح نسأل. شعره بيقع اللي هو الشعب المصري كله عشان بس ايه؟ الدواء ده لوشن اسمعي حط لوشن كده ومشي عليه كده الدور على الدواء قول لي ليه وامشي بس خلي بالك بقول شرط عشان كده بقول لو حد يكون على قد صرع وراسي هو راسي بيقول لك بتقفز لازم يكون الشعر ده اصل اصل يعني انت راجل عندك شعر لازم يقع ساعتها السؤال بس اتقفل ان انت تسرع في الشنطه دي بتجي ليه؟ نفسي مره خلاص تحس ان ما بتحطش هو دي هاب وبس بره في الشنطه طلع الورق طلع الورق ماشي يا تيم وماشيين كلنا اهو السؤال ايه الميكانيزم اللي بايلو كاربين فيه زود الشعر نمو الشعر يعني؟ ماشي يعمل فازو ايه؟ بس يتحط لوف لوشن لوشن يعني لوكر على الشعر هنا يوسع البلاد فيز بتاع الهير فوليك وصلت في الازداد دم فدام لما يزيد الهير فوليك ده ساعتها تلاقي الشعر ما شاء الله منور ماشي انا كده مبسوط في النهارده الساعه 3